السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي، نوليو فيديو جديد مع الوالي تاع باتنا محمد بن مالك، يدير خرجة ميدانية في صالح المواطن الجزائري وينبهر بالأسعار المنخفضة للحوم البيضاء بسوق الجواري الخاص بشهر رمضان في ولاية باتنا. نروحوا خوتي نشوفوا فيديو، ما تنساش دير جيم كومنتار وتخلي اشتراك نتاعك باش يصل كل ما هو جديد. تفرج الفيديو. خوتي ميساج برك للتجار، برك رحموا الشعب الجزائري في شهر رمضان، شهر التوبة والغفران، ان شاء الله نصوموا بالصحة والهنا. نكملوا خوتي الفيديو. هذا المنتوج تاع الولاية تاعنا، الله يبارك جاي من صنعتها وفي لامبيري في بروجرام توتا، وهذا دو سيفون تاعنا جاي في سريان، كل شيء موجود تاع الديوان، كل شيء الحمد لله. ان شاء الله في رمضان ان شاء الله المنتوجات هذه تكون متوفره الشهر ومور الشهر ان شاء الله. تعالى خوتي والله العظيم الوالي تعباتنا محمد بن مالك خدام خوتي، والله غير خدام، يعطيه الصحة ويستاهل كل الشكر والتقدير والاحترام، والله يستاهل، خدام من الاخر خدام، هذه اللي يخدم هو هذه هي النتيجة تاعو. نزيدو نكملو الفيديو. بالاسعار سعر ولا لا معليكم بنا الوراق السجوال لحوم بيضاء ايش راكم كيف؟ هذه شركة وطنية، شركة وطنية حاطين ان شاء الله في رمضان راكم دايرين الاحتياطات تاعكم باش نغطوا السوق ويكون اللحوم بيضاء متوفرة على مستوى الولاية تاعنا، هذه بالاسعار المطلوبة وبالكمية المطلوبة. خوتي كان كاين بعض الولات ما كانش دورة حول الولايات اللي حاكمينهم، ما كانش دورة هكا في صالح المواطن الجزائري، يتفقدوا الأسعار في بين حلول شهر رمضان، يديروا طلع يشوفوا ترى الأسعار توالم الشعب الجزائري ولا ما توالمش. خوتي كاين بعض الولات راكدين ديريكت، كيما شتو خوتي اليمسين كيصب المطر في جيش الخوتي، خشتو الديار دوك حطيت الفيديو، حملوا كارتي يحمل باش تروح تشري، لازم لك حتى يفوت رمضان باش تروح تقضي. المهم خاوتي نكملوا الفيديو. شوفي لحم مسورد ايوا هذا تاع الجلو تاعك، الجلو تاع الرار تاع الراس او 130 وهذا 120 ومتوفر متوفر فيه صحه. نعم ما دابينا برك تحافظوا لنا على السوق باش يقعد من اليوم حتى لمور رمضان، ماشي غير اليوم ومن بعد غدوه. يعني راكم دايرين احتياطات تاعك بيعون جيب لا جيب ستوك، انا قلنا لهم ستوك ستوك، انا قلنا لهم زبده ذات 150 على حسب كاليبر كل وحده، هو 60 دجاجه صافي 40 ها 40 جدا صافي بربينا صحة. هاو الوالي دار طلة دار خرجة ميدانية يشكر التجار في انخفاض الأسعار اللحوم البيضاء هذه، وإن شاء الله نتمناو من الولات، بعض الولات كانوا راقدين خلاص على الخط، إن شاء الله ما يرقدوش في رمضان برك، قبل رمضان برك وفي رمضان إن شاء الله يخرجوا ويشوفوا الأسعار، راه الشعب مسكينة وكاينين الناس ما عندهاش، خلاص يشفوا ربي خوتي، والله العالين عظيم يشفوا الله عز وجل، عشاء الليلة ما كانش. المهم خوتي هذا ميساج للتجار، رحموا خوتنا
في شهر رمضان رحمهم خوتي، راهو شهر وما كان والو هذه. وما تنساش خويا العزيز دير جيم كومنتير، تخلي اشتراك تاك باش يصل كل ما هو جديد. سلام.